لوقا البشير: دخل يسوع يوم السبت بيت أحد رؤساء الفريسيين لتناول الطعام، وكان هؤلاء يراقبونه. وإذا رجل مصاب بداء الاستسقاء يحضر أمامه، فخاطب يسوع علماء التوراة والفريسيين قائلا: هل يحل الشفاء يوم السبت أم لا؟ فظلوا صامتين. فأخذ يسوع الرجل بيده وشفاه وصرفه، وقال لهم: من منكم يقع ابنه أو ثوره في بئر يوم السبت ولا يسارع فينتشله؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. حقا والأمان لجميعكم. الله معكم أخواتي أخوتي الأحبة، مشاهدي تشاريتي تي في ومستمعي إذاعة صوت المحبة، وكل يلي عم تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. هالإنجيل يلي سمعناه اليوم للإنجيل لوقا بيلفت انتباهنا سؤال يسوع المؤثر يلي طرحه على الفارسيين: هل يجوز الشفاء يوم السبت أو لا يجوز؟ والتعليق المهم يلي بيعمله الإنجيل لوقا واللي هو ختام هالإنجيل: الجواب لم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. ختمة هالإنجيل مثيرة للاهتمام، وبالإنجيل في أحداث كتيرة بيوبخ فيها الرب الفريسيين على رياءهم. ويلي بيلفت لنا نظرنا أنه رغبة الله أنه يوضح لنا قديش هو بيستاء من الخطية يلي هي المظهر الزائف والخداع الظاهر يلي كان عند الفريسيين، لأنه الله ببساطة بحب بساطة القلب، إبداع الروح، وبيرفض النفاق. وإجابة الفريسيين الصامتة هي علامة على ضمير السيء يلي كان عندهم. وبيعرف منيح كتير الفريسيين انه سلوك المنافق ما له تبرير، مشان هيك ضلوا صامتين. يلي فاجأهم واذهلهم هو موقف المسيح، موقف المسيح يلي اذا بدكم كان عم يتبع قلبه الرحيم، موقف المسيح يلي ما بيسمح لنفسه الالتزام بشكلية القانون، إنما بيطبع قلبه الرحيم ليرد الصحة لهالإنسان المريض يلي فائد شيء مهم بحياته يلي هي الصحة. إذا بدكن هالشفاء أسكت الفريسيين. ليش؟ لأنه كلمات يسوع كانت واضحة وعلنية ومليان ثقة أنه الآب رح يسمع له، مليان ثقة برحمة الآب. هيدا الموقف قدام كلمة يسوع القوية، كلمة يسوع يلي إلها سلطان. والسؤال هون إذا يسوع سأل هل يجوز الشفاء يوم السبت أم لا، اليوم السؤال مطرحه على حالنا: من يجرؤ على الرد على يسوع؟ من يجرؤ على الرد على كلمة الحق؟ لأنه يسوع هو صاحب الكلمة الأخيرة يلي بتنهي كل الممارسات المنافقة. يمكن لازم نفكر اليوم أنت وأنا بفعل الصمت، بس أكيد صمتنا اليوم ما لازم يكون مثل صمت الفريسيين. يمكن لازم نصمت من الأرقام، واليوم الأرقام كتيرة بلبنان، ومنحكي بأرقام مختلفة، وكل يوم منسمع رقم جديد بلا ما نفوت بالاقتصاد. يمكن لازم نصمت من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي يلي بيحاولوا، مع الاحترام لكل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولكن هناك البعض المنافقين يلي بيجربوا يوصلوا رسائل
منافية لكلمة الله. يمكن نحن اليوم بحاجة نوقف بصمت قدام كلام كتير أوقات صادر عن أشخاص ما لهم سلطة بيحكوا ليحكوا، وأوقات صادر عن أصحاب سلطة كلام منافق. يلي نحن بحاجة له اليوم أنه نصمت أكثر قدام كلمة يسوع أكثر من أي وقت مضى. نحن بحاجة أنه نسمع كلمة يسوع، لأنه هي رح تمنحنا الصمت الداخلي والسلام الداخلي والسلام الحقيقي. نتميز نحن الشرقيين بروحانية معينة، وخصوصا لأنه نحن عنا روحانية رهبانية، وخصوصا الكنيسة المارونية، بثلاث علامات لهالروحانية. العلامة الأولى هي الصمت والصوم والصلاة. فإذا اليوم قدام هالموقف نحن لازم نتعلم نصمت، نصمت لنقدر نسمع كلمة يسوع. الموقف الثاني للفريسيين هو واضح من طريقة عيشهم، كانت طريقة عيشهم مرتبطة بالناموس بالشريعة. طريقة العيش خلت هالأشخاص اللي هن علماء التوراة والفريسيين يبتعدوا عن المحبة، يبتعدوا عن العدالة. اهتموا بالقانون وأهملوا العدالة، اهتموا بالقانون وأهملوا الحب، اعتبروا حالهم نماذج العيش الصحيح بوقت هن كانوا بس مليانين من حالهم ولاحقين حرفية القانون. مشان هيك يسوع ما كان يلاقيلهم غير صفة واحدة: أيها المراؤون، لأنه هن رجال تعلقوا بحرفية القانون مش بالقانون. القانون منه غلط، القانون هو حب، ولكن حرفية القانون هي يلي بتسكر دايما بواب الرحمة والرجاء والخلاص. فإذا هؤلاء الفريسيين المراؤون هن يلي بيعرفوا ينغلقوا ويغلقوا كل بواب الرحمة والرجاء والخلاص. وإن شاء الله نحن ما نكون اليوم عم نسكر بواب الرحمة، بواب الرجاء يلي بيفتح لنا إياها الرب عخينا الإنسان. الطريق يلي بيعلمنا يسوع اليوم هو تماما عكس طريق أساتذة الشريعة. هو طريق بيودينا من الحب للعدل، هو الطريق يلي بيودينا من الحب لنعرف نميز، هو الطريق يلي بيقود للقداسة، هو الطريق يلي بيقود للقاء بيسوع. لأنه الطريق الآخر أي المرتبط بحرفية القانون هو طريق يؤدي إلى الأنانية، إلى الكبرياء، لما منحس حالنا مثل الفريسيين إنه نحن أبرار ومنعلم، نحن نماذج العيش. وهون الخطية الكبيرة، خطية الكبرياء، وهذه الخطيئة تقودنا إلى الأداسة بالظاهر، الأداسة الكاذبة يلي كانوا يدعيوها الفريسيين. موقف يسوع بهالنص منه قاضي عم بيحكم وبيصدر براءة لعدم كفاية الأدلة. موقف يسوع نابع من تعاطف الآب مع كل شخص، لأنه الرأفة والتعاطف هن صفة بيملكها الله. الله الرحوم الذي يترأف، بيرحم كل واحد منا، بيرحم البشرية. منشان هيك بعت ابنه، بعت ابنه ليشفينا، ليرجع يخلقنا من جديد، ليرجع يجددنا. فإذا شو هو موقف رحمة الله؟ رحمة الله ما بتشعر بالأسف. في فرق كتير كبير بين الرحمة وبين الشعور بالأسف. أنا كإنسان ممكن أشعر بالأسف قدام موقف، قدام شخص، وأقول أف حرام يصير هيك، هيدا أسف، هيدا مش رحمة. رحمة الله بتحط حالة بمشكلة الشخص، بتحط حالة مطرح الآخر، بتحط حالة بقلب هالإنسان يلي بحاجة لهالرحمة بقلب بي. ولما بيغفر الله بيغفر كبي، مش بصفة موظف قضائي عم بيقرأ ملف ومثل ما قلت بيعلن البراءة لعدم كفاية الأدلة. يسوع حط حاله محل هالمريض وشاف انه هالمريض بحاجة لهالشفاء، بحاجة لهالرحمة. مش اذا القانون بيقول منشفيه ولا ما منشفيه. الله بيغفر لنا من الداخل، وبيغفر لأنه حط حاله بقلبنا.
موقفنا اليوم بده يكون موقف رحمة، بدنا نحط حالنا محل الآخر، ما بدنا نعمل مثل ما عملوا الفريسيين. وبالآخر يمكن هالمقطع إذا بيعلمنا كمان شغلة ثالثة، أنه نفهم أنه القداسة هي أني اتبع يسوع لحد الحب، مش عيش القانون بطريقة باردة والتزام بمبادئ ناشفة والتزام حرفي. الوصايا مقدسة وهي مباشرة بتجي من حكمة الله اللامتناهية، ولكن ممكن نعيشها بطريقة إذا بدكم فارغة، إذا بدكم ممكن نعيشها بطريقة شرعية حرفية. وهون بيجي التناقض، وهون السخرية الحقيقية المتمثلة بالتظاهر باتباع الله، ولكن بالحقيقة نحن بنكون عم نتبع أنفسنا، ما بنكون عم نتبع الله. بدنا ننتبه، حرفية الشريعة بتودينا أنه نكون عم نتبع حالنا مش عم نتبع الله. خلونا نتعلم مثل ما قلت ببداية العظة، الله يحب البسطاء، وأكبر مثل للحياة البسيطة والبساطة كانت مريم. مريم كانت بسيطة بعيشتها، خلونا ناخدها مثل ونتعلم منها كيف نعيش ببساطة، لأنه البساطة هي المفتاح لنوصل لله.